نظم أهالي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في السجون الأردنية وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكد المشاركون في الوقفة أن هناك معتقلين يقبعون في السجون بسبب تصرفات غيرهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إشهار لائحة الاتهام الخاصة بكل المعتقلين. هذه الوقفة الحقيقة يقوم بها أهالي ومعتقلي قياديين في جبهة العمل الإسلامي موجودين منذ أكثر من 75 يوم في لدى دائرة المخابرات العامة دون أن يسمح لأسرهم ولا لمحاميهم بمقابلتهم أو الاطلاع عليهم، بل حتى الصليب الأحمر لم يسمح بزيارتهم. وهذا الأمر الحقيقة مقلق ويجعلنا نخشى على أوضاعهم من تعرضهم لضغوط نفسية وضغوط جسدية للاعتراف بما لم يفعلوه ومحاولة ضغوط عليهم سياسيا وابتزازهم في هذا الأمر، وهذا الأمر حقيقة مرفوض ومخالف للقوانين وقواعد الدستور والقانون الأردني. حقيقة نحن نأسف عن تدهور حالة الحريات العامة في ظل هذه الحكومة التي ادعت النهضة، وهذه الحكومة التي ادعت الدولة المدنية والمدنية. الحقيقة سجلها في حقوق الإنسان هي الأسوأ في تاريخ الحكومات الأردنية، حيث تردت الأوضاع، السجون ممتلئة اليوم بأصحاب الرأي والمواقف السياسية، يعاقبوا على آرائهم ومواقفهم، والحقيقة اليوم يستخدم القوانين بتعسف ضد النشطاء السياسيين من خلال قانون ما يسمى الجرائم الإلكترونية. اليوم العشرات بل المئات محولين بقضايا بحكم آرائهم على التواصل الاجتماعي وغيرها. ثلاث من أبناء المعتقلين على خلفية الشاب سائر الجوزي الذي ضرب المستوطنين الصهاينة في مدينة إيلات. إلهم معتقلين أبنائنا من 9/12 لحد الآن معتقلين في السجون الأردنية، وإلهم محاكمة في النطق بالحكم بكرة يوم الاثنين بكره في 2/12، واحنا بنناشد جلاله سيد البلاد سيدنا انه يتدخل في قضيتهم. ابنائنا تدمروا بدون اي سبب، بدون اي شيء، بس عشان انه قريبهم ضرب 2 من اليهود. وبوصل رسالتي هذا المجلس، وقبل المجلس بوصل لسيدنا، سيدنا يتدخل في قضيتنا، ما عندنا غير سيدنا. هذول المجلس لا بحلوا ولا بربطوا على راي النائب يحيى السعود الذي قال ان المجلس لا يجرؤ ان يتكفل سجين. احنا اهالي المعتقلين في السجون المخابرات الاردنيه، في سجون المخابرات الأردنية لأكثر من شهرين، ممنوعين من الزيارة، ممنوعين من دخول المحامين، وبيحكونا ما في تهمة. طب ليش موقفينهم؟ احنا منطالب بالإفراج عنهم، الدكتور منير عقل والدكتور المساعيد ومقداد الشيخ، ومقداد الشيخ له بحدود 90 يوم بدون تهمة. وين صارت هذه؟ رفضوا حقوق الإنسان يدخلوهم عليهم، الصليب الأحمر رفضوا يدخلوهم عليهم. شو عاملين؟ مدام ما فيش تهمة، مدام مش عاملين إشي، ليش لغاية الآن معتقلين في سجون المخابرات الأردنية؟ احنا نطالب بجلالة الملك بلد العدل. وين العدل؟ وين كيف انتم المصلحين المحترمين في السجون الأردنية بنحطوا وغيرهم المفسدين دايرين في الأرض فساد؟ جئت مؤازرا لإخواني المعتقلين بغض النظر عن أطيافهم السياسية، حراكيين، حزبيين وغيرهم. نحن جئنا هنا لنصرة إخواننا، لنرفع الصوت للظلم الذي جرى عليهم. هؤلاء مكثوا في سجون المخابرات أكثر من شهر ويزيد. الآن ما هي تهمتهم؟ لا نعلم. نحن نعلم أنهم أهل طهر وعفاف، فلماذا يبقون في هذه السجون ظلما وعدوانا؟ أين حقوق الإنسان؟ أين مجلس النواب الذي يقول عنه الدغمي بنفسه نحن ديكور؟ أين؟ لماذا لا يرفعون صوتهم؟ نحن مشكلتنا مع أكبر من مجلس النواب. هذا مجلس النواب رداء يعني يختفوا به الظالمون. نحن نريد أن يفرج عن أبنائنا فورا وبدون